قال رئيس الوزراء الإيطالي المكلف جوزيبي كونتي إنه يعمل حاليا على تشكيل فريق حكومي يحظى بكفاءة عالية ومهارات تنظيمية جيدة ومؤهلات سياسية وافية. وطلب كونتي من السياسيين أن يبقوا تركيزهم للسعي لتحقيق الصالح العام وعلى المشكلات التي تحول دون أن يحظى المواطنون بنوعية حياة أفضل وأن تنمو الشركات وتتوسع، مشيرا إلى أن البلاد أمام مرحلة حاسمة. للمزيد ينضم إلينا من روما مهدي النمرة الكاتب الصحفي. بعد التحية لك أستاذ مهدي، إذن حركة خمس نجوم الإيطالية والحزب الديمقراطي أعلنوا اتفاق على برنامج سياسي مشترك لتشكيل حكومة جديدة. برأيك هل هذا البرنامج إذا تم يعني وإذا تم تمريره من الممكن أن يخرج البلاد من مشكلاتها الاقتصادية؟ يعني في حتى الآن البرنامج رسميا لم يعلن. بيوم تجري حركة خمس نجوم استفتاء داخلي على يعني بين ناشطيها على الانضمام للحكومه من عدن. ولكن هناك يعني ارهاصات لهذا البرنامج اعلنت بالفعل طبعاً سيد مهدي، يعني طبعاً ميزانيه توسعيه، طرح حد ادنى للاجور، تجنب رفع الضريبه ضريبه القيمه طبعاً المضافه، زياده الانفاق على التعليم، تاسيس بنك عام لدعم التنميه في الجنوب وهو الاكثر فقرا في ايطاليا. بالضبط، طبعا ده بعض يعني ملامح التي تسربت او سربها الخمس نجوم لهذا لغرض الاستفتاء. ولكن الحزب الديمقراطي يتحدث على ان هناك نقاط اخرى جاري يعني وضع النقاط الاخيره عليها او يعني ملامحها. المنتظر بعد اعلان الاستفتاء الداخلي في الخمس نجوم غدا اذا يعني سارت الامور في الاتجاه المتوقع ان يعني يعلن كونتي تشكيل الحكومه او يذهب لرئيس الجمهوريه لاعلان يعني موافقته على تشكيل الحكومه وبالتالي اعلان تشكيل الوزاريه اسماء الوزراء وتوزيعها. يعني هذه الحكومه امامها تحدي كبير جدا، اما نعم ان تحقق طفره في البرنامج الذي يعني تفضلت بعرض بعض ملامحه، طفره يعني مهمه تخرج بايطاليا من حاله الفساد التي بدات تدخل بها اقتصاديا. معدلات النمو في هذه الفتره الاخيره بلغت 0% وهو امر لا يحتمله الاقتصاد الايطالي ولا الموازنه الايطاليه. طيب وكما يعني اشرتم هناك ايضا مساله القيمه المضافه وهي عبء كبير على الاسر الايطاليه اذا لم تتمكن الحكومه من كبحها، وفي نفس الوقت يعني تعرقل السوق الايطاليه والطلب الداخلي وبالتالي تعرقل. نعم طيب استاذ مهدي، يعني رئيس الوزراء الايطالي قال انه بيعمل حاليا على تشكيل فريق حكومي بيحظى بكفاءه عاليه ومهارات تنظيميه جيده ومؤهلات سياسيه، ما مدى صعوبه ان يشكل هذا الفريق الذي يريده؟ يعني هو الغرض القصد من هذا التصريح هو يعني نوع من تغيير الاتجاه للحكومة السابقة، لأن الحكومة السابقة شهدت مشاركة وزراء ضعيف الخبرة والقدرة والمهنية، وهو يقصد ذلك تجاوب مع طلبات الحزب الديمقراطي بأن تكون الحكومة تتسم بنوع من المصداقية كمان على مستوى الشخصيات التي يعني تشارك فيها، وهو امر يعني مرتقب لانه مصداقيه الحكومه الايطاليه في ذات اهميه كمان بالنسبه يعني للخارج الايطالي سواء على الصعيد الاوروبي او على الصعيد العالمي. على الصعيد الاقتصادي الاسواق الايطاليه الاسواق العالميه تنظر باهتمام لاستقرار الحكومه، شاهدنا نوع من الثقه في تراجع في مستويات الفائده على الدين الايطالي الضخم. نعم اذا مصداقيه الحكومه عنصر رئيسي في نجاحها. طيب بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ مهدي النمر الكاتب الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من روما.